شو مسهرك لهلأ؟ ماشي مش جايين نوم. كيف صار صخر؟ آخ رح بيجنني قصص اللي ما بتخلص. معليش انتو اخوة ما قلكن الا بعض. وانتي شبك مالك على بعضي؟ مخنوقة وما تقلي ما خصيك. انا بعرف قد ايه عم تتحمل كرمالي، وكل ما بفتح معك الموضوع بترجع بتغيره مثل العاده لحتى ما تحسسني بشي. لا والله ما عم غيره ولا شيء، بس هذا درب مشربك ونحن اتفقنا نفوته سوا. ايه بس لايمتى؟ ما سمعت خالك شو كان عم بيقول اليوم؟ دشرك من خالي طول عمره بيقطش وبيلحوش ليمشي شغله، هذا هو. جبل انا ماني جدبي، ما تنسى انا شو بشتغل. ده ماني نسيان، انا خايف بكره تفتحي تحقيق وتعملي تقرير عن اوضاع الهيبه وتنتعي لي ميكروفون وتدوري بين الخلق بقى. يا سلام. انت عم تتمسخر بس انا عن جد عم فكر اعمل دوكيومنتري عنكم. انا منيح هذا الدوكيومنتري، هذا رح يوصل لنا صوتنا ونحن طول عمرنا بنتمنى صوتنا يوصل لبرا، دخيل ربك. لكن انا بوعدك انه رح وصلكم صوتكم لاصحاب القرار. الله يكتر الله الف خيرك. بتعرفي انا ماني مصدق اني انا قاعد معك شخصي، يعني اعلاميه هيك الحجم هذا واضرب واطرح وقعده مع ابن الهيبه، هذا حلم. ها؟ صح حلم. هيبي شرفي الا تعيشيها. قومي سوي كاسه شاي. يلا يلا. مش معقول. منيحة بحقي تجي عند المعلم غازي تخانقه وانا بشتغل عنده. انا بدي خانق معلم غازي كابني؟ لكن شو بتسمي مشيتك لعنده انت والمختار وكل الناس؟ كنا طالعين نشحب منه مش نخانقه. اخ بدل ما تعتل هم بيك عم تعتل هم معلمك. وحياتك يا بيي مش هيك، بس المعلم غازي ما خصوش كل البالي من هيدا جبل والصبية اللي حويها عنده. وطي صوتك يحرق بيت شيطانك. ما كل الهيبة بتعرف قصتها. نحن ما خصنا. هلأ صرنا ما خصناش؟ من بعد ما قلت لي إن كل الناس ميتين من جوعهم؟ لك شو علاقة البنت بقصصنا؟ ما بعرف، بس بما أنه المختار صاحبك سأله هو بيعرف.